المغرب تابع بقلق هاد بعض التصريحات اللي فيها من أعضاء من الحكومة الإسرائيلية اللي فيها استفزاز لدول عربية واستفزاز كذلك لحقوق الشعب الفلسطيني. المغرب دائما كان كيدين وكيرفض كل تصرف غير مسؤول، كل تصرف اللي يمكن يكون تحريضي واللي يمكن يكون عنده أثر سلبي. المغرب اللي كي رأس العاهل ديالو جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس كيأكد دائما على أن الحوار وأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 67 والقدس الشرقية كعاصمة تعيش جنبا مع جنب في هدوء وفي تعاون مع دولة إسرائيل. هذا موقف اللي طابق مع الشرعية الدولية، طابق مع مبادرة السلام العربية، ومطابق مع قرارات مجلس الأمن. المغرب دائما كيرفض الأعمال أحادية الجانب واللي ما يمكن لها إلا تبعدنا على هذا الحل ويدعم كل المبادرات اللي يمكن لها تمشي نحو تهدئة ونحو إيجاد هذا الحل، حل وفق مقاربة حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.